ألا من ناصر ينصرنا، ألا من ناصر ينصرنا. في يوم العاشر من المحرم عام 61 من الهجرة، تقدم أحد أصحاب الحسين عليه السلام وهو جنادة الأنصاري، فقاتل حتى قتل رضوان الله تعالى عليه، وقد رأت زوجته كثرة الشهداء من الأنصار حول المخيم كالبدور اللوامع، أقبلت وقد أمرت ولدها عمرو قائلة: اخرج يا بني وانصر سيدنا الحسين عليه السلام. فألبست هلامة الحرب وقلدته سيف أبيه، فخرج الفتى متوجها نحو خيمة الإمام الحسين عليه السلام، ولما دخل الخيمة ضمه الإمام إلى صدره وقال عليه السلام: ماذا تريد يا بني؟ الإذن في ماذا؟ نظر إليه الإمام الحسين عليه السلام طويلا متأملا الغلام إلى دموعه التي تجري على خديه المتوردين، إلى السيف الذي بدا وكأنه أطول منه، إلى رجليه الحافيتين، ثم قال عليه السلام لمن حوله: إن هذا الغلام قتل أبوه في المعركة، ولعل أمه تكره له القتال. سيدي يا ابن رسول الله، إن أمي هي من قلدتني هذا السيف وألبستني لامة الحرب وأمرتني أن أمضي لنصرتك حتى أقتل. بني يرجع إلى أمك لعلها تكره قتالك. رجع الغلام إلى أمه باكيا، نظرت إليه أمه وقالت: بني أنت هنا، هل رجعت خائفا من القتال؟ لا يا أمه، إن سيد الحسين عليه السلام قد ردني ولم يأذن لي. فأخذت أم عمرو بيد ولدها ومضت إلى خيمة الحسين عليه السلام، فلما انتهت إليه قالت له: سيد الله، إنصافي أن تفجع بك أمك الزهراء ولا أفجع أنا بولدي. تفقد الزهراء عليها السلام زوجها وولدها، ولا أواسيها أنا بفقد زوجي وولدي. فامتلأت عين الإمام عليه السلام بالدموع وقال: بارك الله فيكم وجزاكم الله عني خيرا. كأنها كانت كلمة إذن من الإمام لعمر بالقتال، وتوجه نحو الميدان مهرولا وحمل على الأعداء وهو يرتجز ويقول: على يقاتلهم قتال الرجال حتى قتلوه. فقالت أمه: أحسنت يا نور عيني، أحسنت يا سرور فؤادي، بيض الله وجهك كما بيضت وجهي عند فاطمة الزهراء. ثم أخذت عمودا من الخيمة وبرزت تقاتلهم قائلة: أنا عجوز سيدي ضعيفة، خاوية بالية نحيفة،
أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة. إلى أن جاء الحسين عليه السلام فردها وهي تقول: اللهم لا تقطع رجائي. فدعا لها الحسين عليه السلام قائلا: لا قطع الله رجائك. حسينا وحسينا. بارك الله فيكم، قوموا وقفوا. بارك الله فيكم. دقيقة واحدة اليوم يوم الرضيع العالمي، ونواسي الحسين ونواسي الزهراء. فقرة بسيطة وما نطول عليكم إن شاء الله ماجورين. يا صغيري شلون ضمك والدماء تجري على صدرك وين قبلك يا حبيبي والسهم نابت بنحرك والسهم نابت بنحرك صورتك يا ولدي مطبوعة بخيالي وين ما أمشي أشوف أنك قبالي وأعظم مصيبة على قلبي يا غالي من أهز مهدك وأشوف المهد خالي من أهز مهدك وأشوف المهد خالي من رجاء بيك الأبو يبكي بحزن متغير اللون قلتني راح الولد وصحت بألم وتزلزل الكون وصحت بألم وتزلزلك يا صغيري شلون ضمك والدماء تجري على صدرك وانا قابلك يا حبيبي والسهم نابت بنحرك والسهم نابت بنحرك ما سمعنا الطفل في الحروب ينقتل ويفطمون ابن يا ابني عافر قصتك يا الولد ما مثلها أبد سهم حقد انعقد
وصار نحرك الطاهر.